هشام؟ يا نيلي. لا انا كويسه، ما تقلقيش. ايوه اتفزع طبعا لما شافني، اكيد ما كانش مصدق ان انا هاجي بجد. لا ما كلمنيش خالص. لا طلعت اوضتي فوق وفضيت الشنطه ونزلت لقيته مشي. يطفش ده ايه؟ ده انا مجهزه له حبه مفاجآت. مش هو اللي كان عايزني ارجع؟ يستحمل بقى. لا 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 ما تقلقيش عليا خالص. لا يا بنتي تعصب؟ تعصب ده ايه؟ ولا هتعصب ولا اي حاجه. ممكن تخليكي معايا ثانيه؟ سوري يا حبيبتي انا معاكي، معلش كنت برتب بس الحمام. انا خايفه عشان يستفزك. لا لا هو لو عمل اي حاجه مستفزه انا مش هعمل اي رياكشن خالص. كل انا هعمله ان انا هعمل التمرينات اللي دكتور سامي علمها لي. ايوه كده، برافو عليكي يا زيزي. والله انت عقلتي وهديتي قوي عن الاول. هتوحشيني قوي يا زيزي. والله وانت كمان هتوحشيني قوي. لا خلاص اتعودت يعني على العيشه معاكم. لا بس البيت بجد وحش من غيرك يا زيزي. انت هتعملي ايه دلوقتي؟ دلوقتي هعمل فشار واقعد العب بلاي ستيشن واستنى بقى الاستاذ هشام يتشرف. ونعم الزوجه الصالحه، يا بخته بيكي. ماشي باي. هي فاكره كده انها هتزهقك صح؟ لا 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 بس هي ما تعرفش ان انت اللي هتطلع عينيها. بص يا دكتور انا عايزك تضيق عليها العيشه خالص، ما تديهاش فلوس ابدا، حتى الاكل والشرب بحساب، طبعا ما فيش اي رفاهيات، الدخول والخروج اقرفها فيه. انت بتقول ايه؟ انا لسه عايش معاها؟ لا انت مش هتعمل عبيط، انت قلت لي ان انا لما اطلبها في بيت الطاعه كرامتها هتوجعها ومش هتيجي والموضوع كله هيخلص صح؟ صح بس في ظرف جديد لازم يكون عندنا مرونه. الله، هي اللي زي دي عندها كرامه ولا عندها دم من اصله؟